السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق. حددت مديرية الدفاع المدني يوم الأحد ثلاثة أسباب رئيسة وراء زيادة حوادث الحرائق خلال هذا العام، وأكدت أن نسبة الأسواق الملتزمة بتأمين متطلبات السلامة لا تتعدى 5%. طبعا من جانبه قال مدير عام مديرية الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان أن زيادة حوادث الحرائق لها ارتباط وثيق بالبنية التحتية الموجودة، وأرجع الأسباب في ذلك إلى كثرة المخالفات وتجاهل المعنيين لمتطلبات الدفاع المدني والسلامة. في هذه الأثناء وخلال هذا الحديث اندلع حريق داخل مطار بغداد الدولي، ما أدى لانتشار دخان كثيف في أرجاء المطار، وتعرض المسافرون لحالات اختناق. وقال مصدر إن حريقا اندلع داخل إحدى صالات المسافرين داخل مطار بغداد الدولي، وبين أن صالات مطار بغداد امتلأت بالدخان الكثيف مع استمرار تصاعد النيران، وأشار إلى إخلاء أغلب الصالات من المسافرين تحسبا من تعرضهم للاختناق دون أن تتضح أسباب الحريق. لنشاهد. نكمل مشاهدينا مع هذا الموضوع. هذا الحريق دفع وسبب أيضا غياب منظومات إطفاء الحرائق الحديثة، دفع المسافرين والعاملين داخل مطار بغداد إلى اللجوء لاستخدام مطافئ الحريق التقليدية الصغيرة للسيطرة على النيران المشتعلة في صالة المغادرة داخل مبنى المطار. طبعا هذا الموضوع قوبل بموجة استياء كبيرة وغضب على منصات التواصل الاجتماعي بعد العجز الحكومي عن تطوير مرافق المطار وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من إقامة منظومة حديثة للحرائق للسيطرة على هذه الحرائق التي تحدث بين فترة وأخرى على غرار المعمول بها في باقي مطارات العالم. خلونا نشوف كيف جرى إطفاء الحريق في مطار بغداد هذا اليوم. خلونا نتابع بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. عندنا تعليق من شنيار يقول: مطار دولي لا يحتوي على منظومة إطفاء، والله فضيحة ومهزلة.
رباح يقول: المفروض توجد خطة لإطفاء الحرائق وتكون هناك ممارسات عليها ويعمل بها أثناء الحريق وليس بالاجتهاد والهرج والمرج. ماجدة تقول: معقولة مطار دولي والناس تطفي النار يدويا بمطفأة حريق محدودة؟ والله فشلتونا. تعليق من نور تقول: وين التطور؟ وين التقنيات الحديثة بإخماد الحريق بكل مطارات العالم؟ أكو مرشات فورية تخمد الحرائق فورا، وإحنا هنا شايل الطفايات ويركض بالمطار ويركض، وبمطار يعتبر الأول بالعراق ومطار عاصمة. هذه جزء من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. معنا اتصال من السيد محمود من الموصل، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله يا عمي ما طول هذا الحزاب موجودة بالعراق، هو قارب المثل، قارب الموصل قريج وبغداد حريق. هذول لو عندهم ذوق مال الرجال وخوش الزلم تسلم حيث التامة حتى وذيله برقص. فقدنا الاتصال يا سيد محمود من الموصل، أشكر عموما للمشاركة. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة. طبعا يعاني العراق من عسكرة المجتمع بشكل لافت عقب الغزو الأمريكي، وتتداخل في هذه الظاهرة عوامل كثيرة، لكنها وصلت الآن إلى مرحلة مخيفة بسبب انفلات السلاح واصطدام العشائر ببعضها مثل ما يحصل مثلا في محافظة البصرة. طبعا هذا الموضوع يأتي على حساب حياة الآمنين، على حساب هيبة الدولة ومصداقيتها كذلك التي طالما تتبجح بها الحكومات المتعاقبة. طبعا لا توجد إحصاءات رسمية حول ظاهرة انتشار السلاح في العراق ما بين الفردي والمتوسط والثقيل من حيث الأنواع، لكن التقديرات غير الرسمية تتحدث عن نحو 30 قطعة سلاح لكل 100 مواطن. العراق من بين الدول الأكثر انتشارا فيه لظاهرة السلاح بين مواطنيه، ويعد الثالث عربيا. ومن مشاهد عسكرة المجتمع التي طالما تحدثنا عنها في برامجنا، لا سيما في برنامج صوتكم، هي ارتفاع معدلات النزاعات العشائرية في محافظات جنوب العراق وفي مقدمتها البصرة التي يسعى القائمون على إدارتها لاستضافة خليجي واحد أو خليجي 25 لكرة القدم. طبعا أظهر مقطع مصور محاصرة مجموعة من لاعبي الفرق الشعبية داخل ملعب لكرة القدم خلال اندلاع نزاع عشائري في المدينة، في مشهد يبين حجم الانهيار الأمني. لنشاهد. طبعا الان في قضاء بخصي بالبصره. طبعا مشاهدينا الكرام، رشيد فليح قائد شرطه البصره الاسبق كان قد صرح تصريحا رسميا في السابق، اكد فيه ان عشائر البصره تمتلك سلاح يضاهي ما تملكه فرقتان عسكريتان في الدوله. هذا ما قاله قائد شرطة البصرة الأسبق رشيد فليح بخصوص السلاح الذي تملكه العشائر في محافظة البصرة. نبقى مع نفس الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. طبعا في غضون ذلك اندلعت مشاجرة قبل أن تتحول إلى نزاع عشائري مسلح في منطقة الوافدين بمدينة الكوت مركز محافظة واسط. مصدر في شرطة واسط قال إن القوات الأمنية شرعت بالانتشار في محاولة للسيطرة على الأوضاع عقب تبادل إطلاق النار الذي عكر صفو الأمن في المنطقة. خلونا نشوف جانب من هذا النزاع. طبعا لدينا مجموعة من التعليقات مشاهدينا الكرام، دعونا نعرضها لحضراتكم بشأن هذا الموضوع. معنا قصي يقول: يا ربي أنت أرحم الراحمين، الناس تصبح على صوت قرآن، الناس تصبح على صوت العصافير والبلابل، الناس تصبح على صوت فيروز، وأني صبحت على صوت الرشاش والبيكيسي. صبحي يقول: أين الدولة وأين القانون الحضاري؟
وأين سلطة الدولة؟ وأين من هذه الأفعال؟ أم الحمزة تقول: غياب القانون الرادع خلق هذه الفوضى والتدهور الأمني والاجتماعي. لدينا تعليق من سالم شاكر يقول: لو أكو سجن وغرامة قوية بعد ما يتعارك طول عمره. أبو سمية من الأنبار، تفضل يا أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الكريم، هذه الحوادث بين العشائر كانت ولا زالت ولن تنقطع، وهناك السبب الرئيسي وهذا السبب يتكرر كل يوم، أنه ليس هناك دولة مركزية تحكم هذا البلد بشتى أديانه ومذاهبه وقومياته. وفيه من بعض العشائر التي يكون طبعها صعب، يكون طبعها صعبا، وتكون بعض العشائر متفلتة عن القانون. فمتى ما كان هناك قانون عادل وقانون يحمي الجميع سوف يخشى منه. طيب الكل. عندي سؤال أريد أسألك على قضية حريق مطار بغداد، إحدى صالات المغادرة. مطار مركزي للدولة، ممثل للعراق في العاصمة، وما بي أنظمة إطفاء للحرائق. شنو هالمهزلة اللي يعيشها العراق اليوم؟ وبرأيك ليش ماكو منظومة حرائق؟ سيدي الكريم، الفساد دب في كل أنحاء هذا البلد وفي كل أقسامه، بل إن العجيب في هذا البلد إذا مر يوم في هذا البلد من غير فضيحة أخلاقية أو أمنية أو سياسية أو اقتصادية يصبح أمرا عجيبا. هذا البلد اعتاد على الفساد، والعجيب أن المسؤولين والساسة لا يستحيون ولا يبالون، ولا ترى أي مسؤول يظهر فيستقيل خجلا مما حدث. الأمر أصبح عندهم عاديا. المشكلة الآن أن الفساد في العراق أصبح أمرا مستساغا ولا يستحي منه أحد، وهذه المرحلة وصلوها بعد أن تسرب الفساد بفضل الأحزاب المهيمنة إلى كل مفاصل الدولة. طيب. فأخي الكريم، لا نستغرب الحريق في المطار، الحريق في غيره، انهيار بنايات، هذا الأمر أصبح اعتياديا في ظل حكومة هي التي. شكرا أبو سمية من الأنبار، أنا أشكرك. أكتفي بحضرتك بهذا القدر. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من فقرات في هذه الحلقة. طبعا هذا المقطع انتشر وحضراتكم أغلبكم شاهدتموه. الناشطون والمدونون العراقيون واصلوا سخريتهم مما اعتبروه ردة فعل مصطنعة لرئيس الحكومة الحالية محمد الشيع السوداني خلال زيارته إلى مستشفى الكاظمية التعليمي واطلاعه ميدانيا على الواقع المتردي للخدمات الصحية والعلاجية في هذا المستشفى. طبعا تتواصل السخرية لليوم الثاني على التوالي. طبعا محمد الشيع السوداني قام بزيارة مستشفى الكاظمية التعليمي، ومررت الدعاية الإعلامية المحيطة به مقطع مصور يعبر فيه عن غضبه من الواقع الخدمي في المستشفى. وأثار المقطع تهكم وسخرية العراقيين واصفين الزيارة بالاستعراضية التي لا تغير من الواقع الصحي المنهار أي شيء. وأكد أحد المرضى اللي حنشوفه بعد شوية عدم وجود أي وجبة طعام خلال فترة تلقيه العلاج في المستشفى قبل أن يقاطعه السوداني بالقول: لقد أكدوا لي توزيع 3 وجبات يوميا. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع نكمل. العشر يوم كده المستشفى؟ العشر أكل ماكو. ما ولا وجبة؟ أبد ولا وجبة. شو هو 3 وجبات؟ أول كان وجبات هسه قال لي 3 وجبات صعدت يدكم طلعت ولا وجبة؟ ولا وجبة. ما عليه سفر. هذا استاذ، هذا شوف استاذ العلاج السمائي اشتريته من برا. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. ناشطون في البصرة سخروا من استغراب السوداني للواقع الصحي في مستشفى الكاظمية، ووجهوا الدعوة إليه لزيارة مستشفيات المدينة والوقوف على الواقع المتردي فيها. أشار الناشطون من البصرة إلى أن هذه التمثيليات لا تختلف عن مسرحيات سابقة أدى دورها الكاظمي حينما اتصل بشقيقه عماد في محاولة للظهور بمظهر النزيه الذي لا يقبل الواسطة والمحسوبية. خلونا نشوف هذا المقطع من البصرة وبعدين نكمل. أنا للعراقيين إياك أن تخابر أحد، والسوداني عاد الكرب وعلي شو يقول؟ الله لا يوفقني، وأنا أقول لك الله لا يوفقك والله لا يريحك،
باعتبار راح تقضيها كله تصريحات علينا. زرت مستشفى وحده وتفاجئت وباوعلك شطت. والله لو زور البصرة وتشوف دمار البصرة ومستشفيات البصرة الموبوءة والمفروض أن تطمر وتهدم. لو زور البصرة وتشوف حجم الكارثة، كارثة الكوارث وجريمة الجرائم. ما معقولة مستشفى الطب 30 طابق ما بي أبرة ما بي مغذي، وتروح نفسهم الأطباء ونفسهم المدراء عندهم عيادات ويستفادون بروس الناس الفقرة. تعشوف المستشفيات الأهلية شلون تذبح المواطن تدوس على راسه وتكرم منجل. الله أكبر على هذا الظلم. من تجي البصرة أطيك الأهلية شلون مو يعطونك بسيارة مظللة ويدخونك ويأكلونك سمش ويشربونك لبن ويرجعونك. نعرض بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا المقطع. عندنا تعليق من حسين الجبوري يقول: كل مستشفيات الوسط والجنوب كارثة ما تصلح حتى بيطرة. ماهر البصراوي يقول: فعلا كون يجي المستشفى القرنة ويشوف الكوارث. سيد جابر الجزائري يقول: مع الأسف الإعلام الغير منصف والصفحات المأجورة سبب دمار البصرة، يصورونها وكأنها دبي ومدينة سياحية وفي الواقع مدينة مدمرة من كل النواحي. عندنا تعليق من سيف عباس يقول: كلام واقعي جدا، يعني مستشفى الزبير كمثال على ذلك. أبرة باراسيتامول أم الخمسمية سعرها 1000 دينار فقط، ما عدهم، رحت اشتريتها من خارج المستشفى، الله شاهد علي. طبعا كانت هذه جزء من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. معنا السيد أبو صلاح من كربلاء، تفضل يا أبو صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفرق محمد، السلام عليكم وعلى خلاص. حياك الله أبو صلاح، أهلا وسهلا، تفضل. الله يسلمك. على مود الحرائق في العراق ونزاعات العشائري، يعني نفس الشيء. طيب بس خلينا حتى لا نتشظب الموضوع، رأيك بالحريق اللي صار بمطار بغداد، مطار دولي ما بمنظومة إطفاء حرائق، منو المسؤول وليش؟ وين الفلوس ده تروح؟ والمسؤول الأول والأخير الحكومة المسؤولة على الحرائق. مطار بغداد دولي ايش قد ايش خبر منظومة مال حريق، يعني ما بي إطفاء ضخم. نعم. فهي الدولة هي أساس البلاء، هي منزل أساس حتى المراحة إجماعات يوم طريق قتل ما يبتلد بس أعزاب المهمة في اللحظة العراق إيش الدوام. يعني شغلين الشعب هل فكرة يعني شلون أوصلك الفكرة إنه إذا هالحراق صارت على تاريخ على مود هم الشعب يصير يعني كيفون حكومة الشغلية. نعم. أنا أشكرك أبو صلاح من كربلاء، شكرا لحضرتك للمشاركة. نكمل مشاهدينا ما لدينا من فقرات أيضا ومن مقاطع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر. طبعا محافظ البصرة أسعد العيداني وجه بعدم السماح للدراجات النارية من نوع التوك توك والستوتة بدخول مركز المدينة. ذكرت مديرية مرور البصرة في بيان لها أن رئيس اللجنة الأمنية محافظ البصرة وجه كافة الأجهزة الأمنية بعدم السماح للدراجات النارية من نوع التوك توك والستوتة بدخول مركز المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. طبعا في هذه الأثناء أصحاب التوك توك أو مركبات التوك توك شنوا هجمة على القوات الأمنية في البصرة وانتقدوا شن الحملة الأمنية من قبل القوات الأمنية في محافظة البصرة لمصادرة مركباتهم دون اكتراث هذه القوات الأمنية والجهات التي تدير محافظة البصرة وشؤونها لمصير أصحاب التوك توك كونهم يعتمدون في رزقهم على هذه المركبات. استغرب أصحاب مركبات التوك توك من التخبط الحكومي الذي يبيح استيراد هذا النوع من المركبات بشكل كبير في العراق في الوقت الذي يضيق الخناق على من يعمل فيها. أظهر مقطع مصور من داخل أحد مراكز الشرطة مصادرة العشرات من مركبات التوك توك وبكاء وانهيار أحد الشباب ومحاولته إقناع القوات الحكومية بالإفراج عن عربته المصادرة. خلونا نشوف. اللي بس ما باش ما نسيت راجعت على روشه من الكلام
الله وكيلكم كل مطاح بس شو نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام بمقطع آخر، حيث تظاهر العشرات من سائقي التوك توك في محافظة البصرة احتجاجا على قرار حظر السير داخل المدينة. وطبعا شهدت التظاهرة وجود كثيف للقوات الأمنية التي سرعان ما استخدمت القوة لتفريق المتظاهرين، بدلا من الاستماع لمطالب السائقين والاستجابة لرغباتهم. خلونا نشوف. نعرض بعض التعليقات لحضراتكم مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. أدنى خيري يقول: يعني الموضوع يتعلق بمن استورد هذه العجلات وبمن منح الموافقة، شنو ذنب هؤلاء يروح يشتري التوك توك بأربع ملايين وبعدها يمنع من العمل عليها، بغض النظر عن المخالفات التي يصدرها أغلب أصحاب التوك توك. مهند يقول: أبو التوك توك ما عنده ذنب، صوت الحكومة، ليش تستورد التوك توك والدراجة؟ إذا أبو التوك توك يخالف أحاسبه بغرامة مالية حتى ما يخالف مرة ثانية، أغلب الناس عايشة على التوك توك. فاضل الموسوي يقول: خطية، شنو ذنبهم؟ هم أصحاب عوائل، وين يروحون وين يشتغلون؟ أحسن ما ينحرفون ويظلون سايبين بالشوارع يكبسلون ويسرقون، قرار مو صحيح. علي العقابي يقول: قرار تعسفي، وفروا فرص عمل لهم قبل حرمانهم، هكذا يرى علي. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم في هذه الحلقة وننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج لدينا. طبعا يحيى العراقيون في الذكرى الخامسة، في 15 من شهر تشرين الثاني من كل عام، ذكرى تأسيس بغداد
في وقت أعرب فيه سكان العاصمة ومدونون وناشطون عن أسفهم لما آلت إليه الأوضاع في مدينتهم من خراب وتشويه لمعالمها طيلة السنوات 19 الماضية، وتحولها من حاضرة للدنيا إلى مدينة تعيش واقعا مزريا بسبب التدهور الأمني والخدمي. عراقيون عبروا عن استيائهم مما وصل إليه الواقع المعيشي في بغداد من ترد على جميع المستويات بالتزامن مع ذكرى تأسيسها، وحملوا الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما وصل إليه الحال من إهمال منذ عام 2003 وإلى اليوم في واحدة من أعرق عواصم العالم بسبب الفساد المالي والفشل الإداري وغياب التخطيط. لدينا وسم يوم بغداد، جئناكم ببعض التغريدات في هذا الوسم. زينب تقول: في مثل هذا اليوم أصبح عمر بغداد 1260 سنة. المدينة المدورة التي بناها الخليفة أبو جعفر المنصور سنة 762 لتكون عاصمة للخلافة العباسية، بغداد العز والمجد والعراقة، ستبقى عصية على أعدائها بإذن الله. مختار يقول: بغداد السلام، السلام عليك يا حاضرة الدنيا وعلى بانيك ومؤسسك أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور. فؤاد يقول: اتقوا الله في بغداد فإنها كانت ذات يوم عاصمة الدنيا. ولدينا تغريدة من مصطفى سالم يقول: عجزت طهران وقم الظلامية طوال التاريخ أن تكون عاصمة للأمة مثل بغداد التي تأسست لتكون كذلك. معنا اتصال. السيد أبو عبد الله من أربيل، تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي المشاهدين. أهلا وسهلا أبو عبد الله. أستاذ وضع مواضيعكم هواية، ما أدري عليش أحكي على. طيب خلينا نبدأ سريعا بموضوع الحريق اللي صار بمطار بغداد الدولي. تعليقك شلون مطار دولي ومركزي مثل هذا المطار ما بي أنظمة إطفاء حرائق؟ ما أكو شيء أستاذ، يعني مطار دولي اسم على بالاسم على أساس دولي، ومطار يعني دول أنواع دول ورؤساء ومسؤولين نزلون بيه ويصعدون، يعني معقول ما بي؟ بس أستاذ هي منظومتنا فاسدة، هم دولة يعني هسه مفكرين بهيك الفلس مال هاي لاميها يقول منها ما يعرفون شو يسوون، اصلا ما عليهم حتى ملفات فساد بالنزاهه تصور على المطار. نعم. طيب. افواج حمايه وما ادري شنو، وثم على المستشفيات استاذ البارحه لي حكيت وقبل حكيت لما كانت مصادمات بين الصدر وجماعه الاطار الشيعي. أيه. انا قلت لك استاذ، قلت لك هذا ملعوب بيناتهم. هسه طيب. شوي هسه يحشون بالنظام الرئاسي، يبدون نظام رئاسي. نعم. يبدون الشيعة يحكمون شوي والحرس الثوري العراقي انه بيصير، اما نبذ تنظيمات ايران طبعا بعيدا عن هذه المصطلحات اللي يعني سنه وشيعه وهذه الامور احنا ما نتكلم بهذه الطريقه، لكن الحديث عن السلطه الحاكمه. انا عندي سؤال سريع، ذكرى تاسيس بغداد اليوم، واحنا بدنا نشوف انه هذه العاصمه اصبحت واحده من اسوا المدن في العالم. تعليقك انه ليش وصلت بغداد اللي كانت حاضره الدنيا الى هذا الموقع السيء من حيث التصنيفات الدوليه؟ استاذ الحمد لله ربك مع بغداد ومع العراق. قول ليش استاذ؟ الحمد لله اسم الخليفة أو أمير المؤمنين اللي أسس مدينة بغداد اسمه أبو جعفر المنصور، وتبقى بغداد منصورة لأبد الأبد آمدين. زين، بس هذول اللي يحكمون هم نكسين أستاذ بدون تجاوزات. يعني بس إحنا الفكرة إنه ده نقول إنه هذه الأموال وهذه المليارات ليش ما توفرت لخدمة العاصمة لتطوير بغداد بدل ما أوصلوها إلى هذه المرحلة من السوء؟ استاذ كل من يريد يترس جيبه، يعني اذا انترس جيبه جيب قرايده يترس، ما يعرف شو يسوي. وثم استاذ يعني هذا السودان، يعني تحكي الحكايه عندي هالحكايه تحكيها. السودان عندنا وفره اموال حسب ما يقولون هم، عندنا وفره اموال، ليش ما يفكر بالمتقاعدين؟ والله المتقاعد اليوم ما اذا عالج نفسه صح، اذا عالج نفسه صح يمكن راتبه ما يكفيه.
زين عندنا عندنا تعيينات عندنا شباب وصلت يعني وصلت وصلت فكرتك. انا اشكرك سيد ابو عبد الله من اربيل، شكرا جزيلا لحضرتك. موضوع وفرة اليد العاملة، اكو مشكلة بطالة واكو مشكلة عمالة اجنبية بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، اللي قالت بانه اكثر من 1,500,000 عامل اجنبي في العراق. الاولى انه يعين شباب العراق، الاولى انه يرفع سقف رواتب المتقاعدين مثل ما حضرتك تفضلت. هناك اولويات كثيرة، لكن ترى من الذي سينفذ هذه الاولويات في زمن حكم هذه الاحزاب المسؤولة بحسب العراقيين عن دمار هذا البلد؟ خلونا نكمل ما لدينا من فقرات مشاهدينا الكرام وننتقل إلى فقرة الإنفوغرافيك. طبعا بغداد المدينة التي سبقت مثيلاتها من مدن المنطقة خلال العصر الحديث بالتوجه نحو البناء والعمران، مستلهمة تألقها من ماضيها الحضاري العريق، إلا أن ذلك التألق بدأ مستفزا لأعدائها، فكادوا لها وعملوا على طمس هويتها الحضارية، بين تأسيس بغداد كمنارة للحضارة وما وصلت إليه أو كمنارة للحضارة وما وصلت إليه من تردد وتدهور لأحوالها. 1260 عاما تفصل ما بين مجد الماضي وفساد حكام الحاضر، غير أن ثمة ضوء بات يشع في نهاية ذلك النفق المظلم، ضوء تذكى أو تذكي ناره دماء ثورة تشرين التي أحيت أو أحيت في الصدور وأحيت حلم بغداد الحضارة والثقافة في صدور العراقيين. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على هذه النقطة، دعونا نشاهد ثم نعود. أنابيب أنابيب ولكم بكهرمان عمرها نصف قرن فوقها مطوقينها، والله عيب عليكم ولكم شوهتوا سمعة العاصمة بغداد. هنا نصف الشهيد، هاي اسمه الشهداء، لاقين عليها كابينات سوالت طيب. ماكو شيء منجز يوازي حجم الانفاق والاموال التي تخصص. نظافه ماكو شيء اسمه فعلا مستوى مرضي من النظافه، اما المداخل بائسه بكل ما تعنيه الكلمه. Thank you.
مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية في برنامج صوتكم. معنا السيد أبو عمر من الموصل، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر، تفضل. على موضوع الحلقة. تفضل، يا موضوع منهن؟ مال الحرائق مال المطار. نعم نعم، تفضل. يعني ما عندهم وقاية، ما عندهم السلامة مال الاطفاء. يبدو ما كان عندهم يا ابو عمر، ليش ما عندهم برايك؟ يعني مطار ودولة وش كبرها وش عرضها ما بيها. نعم. ما بيها والسلامة مثل ما دنشوف ومثل ما حضرتك شفت، ما عندهم انظمة اطفاء حرائق، ليش ما عندهم يا ابو عمر؟ شنو اللي ناقصهم حتى يكون ما عندهم؟ ما عندهم اموال، هاي لو بيها غير امور ما. شلون ما عندهم اموال؟ المطار ما بي فلوس؟ المطار اللي المفروض يدور ذهب للدوله، ذهب ما بي فلوس؟ اي نعم، بس بهاي الشغلات ما يقدرون بيها. واهم شيء هي السلامه بالمطار. يعني فلوس المطار، الارباح اللي تاتي للخطوط الجويه العراقيه لشركه الطيران لوزاره النقل، وين ده تروح؟ والله ما اعرف. أبو عمر، هاي الشغلة، هذا الحادث المفروض تحاسب عليه جهات من الوزير إلى مدير المطار وإلى المدراء العامين ومدراء أقسام وغيره. قضية كبيرة، هذا مطار دولي، مطار بمسافرين وأرواح بشر، شلون ما بي أنظمة سلامة؟ صحيح كلامك، صحيح. ليش ما أكون محاسبة يا أبو عمر برأيك؟ والله ما محاسبة، المفروض من مدير المطار هو يتحاسب. مدير المطار جزء من حلقة، لكن الوزير المسؤول بالدولة، المسؤول الأول عن سلطة الطيران عن النقل، ليش ما يتحاسب؟ المفروض الكل يتحاسب. على شنو اليوم مطار ما بي سلامة؟ نعم. برأيك أبو عمر، اليوم اللي دي يحكمون العراق، محمد الشياع السوداني وحكومته وكل الأحزاب اللي موجودة اللي جاءت بهذا الشخص، قادرة على محاسبة الفاسدين لو هم أصلا متورطين بالفساد؟ لا ما قادرين لو ما يريدون محاسبة الفاسدين. لا ما قادرين على الشغلة، ما يريدون الشغلة مبينة. نعم. إذا الأحزاب اللي هي متهمة بالفساد طبعا ما تقدر أو ما تريد، ومحمد الشياع السوداني انت حضرتك تقول ان هو ما يقدر يحاسب الفاسدين، طيب والقضاء مسيس، من العدل اللي راح يحاسب اليوم الفاسد او المجرم او السارق اللي موجودين بالعراق؟ فقدنا اتصال. طبعا هو سؤال يوجه الى المشاهدين الكرام، انه اذا كانت الجهات المتحزبة هي التي تتهم بتدمير العراق، بافشاله، بنشر الفساد فيه، وأوصلت البلد إلى هذه المراحل من التخلف
من التراجع على كل المستويات، واليوم شفنا حادثة مطار بغداد هو أكبر دليل على الفشل داخل الخطوط الجوية العراقية والمسؤولين على المطارات في البلد والمسؤولين على الطيران وعلى الطائرات وغيرها ونظم السلامة وغيرها من هذه الإجراءات اللي المفروض تتبع في سبيل تأمين حياة الركاب والمسافرين وغيرها من الإجراءات اللي المفروض تثبت كفاءتها في لحظات الطوارئ. يعني مطار دولي ما بأنظمة إطفاء حرائق، لعد الفلوس لمن راحت؟ وين تخصصت الأموال اللي تأتي من الخطوط الجوية العراقية؟ هناك أرباح كبيرة جدا تدر على أو تدر لخزينة الدولة هذه الأموال، لكن السؤال هي أين إنفاقها؟ أين توجه؟ إلى من تذهب؟ إلى أي جهة تذهب؟ عن طريق تواصل مع جهات داخل مطار بغداد الدولي يؤكدون أن الخطوط الجوية العراقية كانت في السابق واحدة من أنجح الخطوط، ومطار بغداد الدولي المفروض فيه ميزة أنه طبعا يأتي بالأموال الكثيرة والأرباح على الدولة العراقية والخزينة العراقية، لأنه ليس فقط يستفاد منه من قضية السفر، وإنما هو أيضا محطة توقف لكثير من طائرات الدول المحيطة بنا التي تنوي الذهاب إلى مثلا أوروبا أو إلى دول أخرى، تمر عبر الأجواء العراقية وبالتالي تدفع الثمن نزولها على أرض العراق وتوقفها في المطار، هذا فيه ثمن. الأموال التي تأتي من الحجوزات والتذاكر، هذه أموال وغيرها وغيرها من طرق تستفاد المفروض الدولة العراقية من أموال هذه الشركة المربحة المدرة للأرباح النشطة، لأن هي الشركة الوطنية. وبالتالي أين الأموال التي من المفترض أن تخصص لتطوير المطار، لتحسين أدائه، لاستخدام طائرات جديدة، لوضع أنظمة سلامة لتطوير هذه الشركة؟ لماذا لا نراها اليوم، ولماذا نرى هذا الإخفاق والفشل بشكل مستمر؟ من الذي يجب أن يحاسب، وكيف يمكن محاسبة المقصرين في العراق في ظل تواطؤ الجميع على تدمير هذا البلد؟ طبعا مشاهدينا الكرام، كما تابعتم في حلقتنا لهذا اليوم، هناك مجموعة من المواضيع التي عرضناها كانت تتعلق بالحريق الذي نشب في مطار بغداد الدولي، والطرق التي قام العاملون في المطار حتى بمساعدة بعض المسافرين بإطفاء هذا الحريق عن طريق استخدام الأسطوانات الإطفاء الصغيرة البدائية، طرق حقيقة بدائية في عام 2022. تحدثنا عن فوضى السلاح التي لا تزال تستمر وتؤرق حياة المواطنين العراقيين. كان هناك أيضا حديث عن معاناة أصحاب التوك توك من القرار الذي صدر من محافظة البصرة، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع قضية التوك توك، لكن سبل معالجة المشاكل في العراق هي خاطئة بحد ذاتها من قبل من يحكمون. طبعا عرضنا أيضا الذكرى تأسيس بغداد، وتابعنا بعض التغريدات حقيقة التي تؤلم عندما نشاهد هذه العاصمة منارة العالم قبلة الحضارات في السابق أصبحت اليوم بهذا الوضع المتردي وصنفت كأسوأ مدينة في العالم. لدينا تقرير مشاهدينا الكرام عن تأسيس العاصمة بغداد، دعونا نشاهده ثم نعود. قبل نحو 1300 عام بزغ نور مدينة السلام فأشعت على الأرض علما وأدبا وفنونا. بغداد التي بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور واستقر بها لتكون عاصمة الدنيا وأكثر مدن العالم غنى وحضارة، فأصبحت موطن العلماء والفقهاء وقبلة الأدباء والشعراء ومدار الطب والفلك، إلى أن جاءت ذبحتها الأولى على يد التتار فتحول الغناء إلى رثاء والرخاء إلى شقاء. لكن بغداد ثارت من تحت الركام تستجمع قواها، فعادت تنافح عن مركزها وتزاحم المدن معتزة بتراثها، حتى جاءتها الذبحة الثانية بالغزو الأمريكي وتسلط عليها من لا يفقه رمزيتها ولا يتورع عن القضاء على تراثها. على طول 18 عاما مضت،
انهارت معظم مقومات الحياة في المدينة، وتراجعت خدماتها وبناها التحتية، وتفشى الفقر وانتشرت العشوائيات، فبدت مدينة لاجئين أقاموها على عجل حتى باتت من أسوأ مدن العالم من الناحية المعيشية والأمنية. فأصبحت بغداد تتصدر عناوين الصحف والمجلات والأبحاث والتقارير، ولا سيما في الحديث عن الانهيار الحضاري والتدهور المالي والبطالة المنتشرة في صفوف الخريجين وعمليات القتل والجريمة المنظمة. كل ذلك كان نتاجاً لتداعيات منظومة حكم فاسدة بنهجها الطائفي وميليشيات تنتشر في أحياء تبث الرعب والإرهاب، وأخطر من ذلك السعي الحثيث لتغيير تركيبتها الديموغرافية والعبث بمعالمها وتمزيق نسيجها الاجتماعي. وللمفارقة بين حاضرها وماضيها، ازدادت نسبة الأمية في بغداد، فلا مدارس كافية ولا لوازم تعليمية متوفرة. جسورها التي كانت محطة لتأمل نهر دجلة أصبحت ملجأ المقبلين على الانتحار، وكفى بذلك شرحا لكمية اليأس الذي وصل إليها سكانها. بغداد اليوم وطن في غربة وغربة في وطن، يغلب على جوها العام الإيقاع الحزين، وكأن أطياف أبي جعفر المنصور تتجول في أزقتها معزية تقول: سلاما يا مدينة السلام. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.